السلام عليكم أعزائي متابعي قناة ربحك عندنا. أعتذر يا شباب عن الفيديو اللي نزل من غير صوت، والفيديو اللي قبله كان عندي مشكلة في المايك وما خدتش بالي وصلحت المشكلة، وعدت لكم الفيديو تاني يا شباب. الموقع اللي معانا ده يا شباب موقع بيعطينا 25 روبل هدية بنشتري بيها روبوت. الروبوت دوت بيعطينا بيطلع إنتاج كل باين 10 دقايق أو كل ساعة، بتجمع الإنتاج وتبيعه وبتحصل على عملة الروبل. والموقع مفتوح السحب وفي مكافآت وفي في مكافأة يومية وفي ضغط على الإعلانات. ده يا شباب واجهة الموقع زي ما انتوا شايفين كده. طريقة تسجيل في الموقع بنيجي من هنا بنحط الاسم والبريد الإلكتروني والباسورد وعادة الباسورد وبنعمل تسجيل. بعد كده الدخول يا شباب بنحط البريد الإلكتروني والباسورد وبنعمل دخول. ده شكل الموقع يا شباب، وده هنا النقرات اللي انا نقرتها على الإعلانات، وزي ما انتم شايفين وجهاز كمبيوتر واحد، ودي هنا عدد الاحالات. تمام يا شباب، زي ما انتم شايفين كده بتلاقي في رصيدك هنا 25 روبل. بتيجي تخش هنا على الشراء بتشتري واحد من الروبوت دوت، وانت لو حابب تزود ارباحك في عندك كذا روبوت زي ما انتم شايفين، ده ب 150 وده ب 100، وكل ما بتزيد ده ب 250 وهنا ب 500، وكل ما تزيد في سعر الروبوت كل ما ارباحك بتكون اكتر. وهنا رصيد السحب، وهنا رصيد الشراء، وهنا رصيد الإعلانات. تمام، بتيجي من هنا بتجمع أرباحك بعد ما تشتري الروبوت، وبتعدي فترة وبتجمع أرباحك. بتنزل كده بتلاقي التعدين شغال معاك هنا، بتدوس كده بتجمع الأرباح بتاعتك طبعا اللي كنت لسه جامع من شوية. بعد كده عندك مكافأة يومية أنا حصلت عليها برضو من هنا، بتدوس على الإعلان وبعد كده بتحصل على المكافأة. تمام، أنا كنت لسه حصل عليها دي اسمه اهو. تمام، بعد كده عندكم في تصفح مواقع، دي تصفح ده يعتبر موقع جوه الموقع، دي ضغط على الاعلانات والربح بتاعك من هنا، بتقدر تسحب ارباحك من هنا اهو. زائد ان في تصفح تاني بيضيف لك الارباح بتاعتك فوق هنا اهو في الخانه ديت، التصفح المواقع اهو يا شباب. ده دي ارباحك بتضاف لك في رصيد الاعلانات زي ما انتم شايفين. وعندنا هنا رابط الاحاله بتاعنا، برنامج التابع، رابط الاحاله بتاعنا اهو يا شباب. وبكده يا شباب بيكون انتهينا من الشرح، بس لسه هنا لو انت عايز تودع في الموقع بتيجي من هنا بتحط المبلغ اللي انت عايز تودعه، وبتعمل دوس ايداع بيحولك على محفظة البئير، تحط المبلغ وعامل عروض 25% و10% للي يودع لغاية 11 مايو. تمام، ومن هنا السحب يا شباب زي ما انتم شايفين الموقع مفتوح السحب، بتحط بيقولك احفظ الرقم السري بتاعك بس، وبعد كده بتدوس على اي محفظة انت بتشتغل عليها، بتحط رقم المحفظة وبتحط المبلغ، بتلاقي المبلغ محطوط لوحده. وبعد كده بتحط الكود السري وتعمل طلب دفع، هو بيقول لك خش على الاعدادات وحط ايه احفظ الكود السري. تمام، بس يا شباب دي كده كانت شرح النهارده. وانت لو عايز تحط اعلان ليك بتيجي من هنا، او عايز تزود رصيد الاعلان بتيجي من هنا وتعمل ايداع، وبتيجي تحت تعمل موقع ليك، بتحط ليك موقع الناس تزوره زي زياره المواقع اللي هنا يا شباب. وبكده يا شباب يكون انتهينا من الشرح، ولو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك، وجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو آخر إن شاء الله. سلام يا شباب.